الصحة والسكان أعلنت عن إطلاق 48 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من 11 ولغاية 19 مارس في جميع محافظات الجمهورية، وده ضمن مبادرة حياة كريمة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة. صباح الخير عليك يا دكتورة، وأهلا وسهلا بيكي. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل المشاهدين. دكتورة وفاء، واحد من الحلول اللي بتنتهجها الدولة في الفترة الأخيرة إرسال القوافل الطبية للمناطق الأقل حظا في تواجد الطبي، سواء بقى كان في المستشفيات المجهزة أو الوحدات الصحية، إلى أن يتم الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل. القوافل الطبية دي أهميتها بالنسبة لهذه المناطق إيه؟ والله طبعا دي مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. احنا عندنا قوافل علاجية بتنفذ خلال كل شهر، بيبقى عندنا جميع المحافظات في الجمهورية متغطية تماما بجميع القوافل. القوافل دي تعتبر مهمة جدا لانها بتخدم المناطق المحكومة والمناطق النائية. الحقيقة كما تفضل المتحدث الرسمي ان 48 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة فعلا احنا ابتديناها، وبنبتدي في تخصصات مختلفة. القافلة بتضم جميع التخصصات: بطنة، أطفال، جراحة، نساء، رمد، أنف وأذن وعظام، أسنان وقلب، وتنظيم أسرة. أهم حاجة في الموضوع إن كل ده مجانا دون أي مقابل مادي. عظيم. القوافل العلاجية مجانية، بياخد الخدمة الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة وتحويل، لو مفيش حاجة، لو محتاج عملية مثلا بنحوله المستشفى، أقرب مستشفى بتقوم بالخدمة برضو مجانية ليه. فدي حاجة مجانية معالي وفخامة رئيس الجمهورية حاططها في إطار حياة كريمة. فعلا هي حياة كريمة للمترددين على القوافل لأنها بتدي صفة المجانية. عظيم. اللي كان مفهوم كويس ان حضرتك برضو وضحت بعض النقاط، مسألة مش الكشف فقط، الكشف والأدوية والتحاليل والأشعة، ولو هيتوجه لمستشفى لو بيحتاج عمليات أو كده بنتابع كل الكلام ده معاه، وكل ده بيتم بشكل مجاني. فدي حقيقة خدمة متميزة من وزارة الصحة، طبعا برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. دي حقيقة كريمة، وفعلا هي حقيقة كريمة، وبتخدم المناطق المحرومة. يعني احنا مثلا عندنا حلايب، محافظة البحر الأحمر، جنوب سيناء، عندنا محافظة الجيزة الغربية، عندنا محافظة دمياط، عندنا المنوفية، القليوبية، جميع محافظات الجمهورية بنغطيها وفي وقت واحد. يعني احنا بنطلع بالقوافل، والقوافل دي بتخدم المناطق دي، وطبعا جميع المترددين على القوافل بيكونوا سعداء جدا ومنتظرين القوافل دي. وبيعلن عنها طبعا المتحدث الرسمي الأستاذ دكتور حسام عبد الغفار، بيعلن عنها لكل المتواجدين، ونفس المحافظة بتعلن عن طريق طبعا المحافظ، لأن المحافظ بيصدق على القوافل اللي هتتم في المحافظة. ويساعدكم أكتر على ده كمان، يساعدكم أكتر الدكتورة كمان عن طريق كل مشاركة القائمين على حياة كريمة. أفندم يساعدكم في ده برضو القائمين على تنفيذ أو تطبيق حياة كريمة في القرى دي أو في المحافظات دي، لأنهم عندهم قاعدة بيانات وعارفين كويس إيه أكتر الأماكن اللي محتاجة. طبعا طبعا دي حاجة مهمة جدا، لأن احنا بنروح زي ما قلت لحضرتك الأماكن المحرومة والمناطق النائية. فدي حاجة جميلة قوي قوي ومتميزة، وبتسعد الناس جدا، لأنه بيدخل من أول ما بيدخل لغاية ما بياخد الخدمة وبيطلع ياخد الكشف والعلاج كل ده مجانا. صرف العلاج بيكون مجاني يا دكتورة من ضمن القافلة زي ما حضرتك بتقولي؟ أيوه يا فندم، من ضمن القافلة. احنا عندنا كل التخصصات اللي ذكرتها، كل تخصص بيبقى عليه مجموعه ادويه كلها مجانيه. كل حاجه في القوافل العلاجيه مجانيه، ودي خدمه متميزه مقدمه من وزاره الصحه. التردد على القوافل بيكون ازاي يا دكتوره؟ لازم يبقى معاه تامين صحي، ولا اي مواطن بيشعر باي توعك يستطيع التوجه للقافله او المكان اللي موجود فيه القافله ويدخل ويكشف ويتعالج وربنا يتم عليه الشفاء ان شاء الله؟ يا فندم احنا بنستقبل اي حد، لان ما بنبقاش محددين، لكن لما بيوصل بقى ان هو عايز يعمل قرار عن نفقه الدوله
فلازم ما يكونش تأمين صحي. طب نفترض ان هو تأمين صحي وعايز خدمة مثلا عمليات او اشعة، او بنحوله على التأمين الصحي التبعي عن طريق لجنة التقارير الطبية المتواجدة بالقوافل العلاجية. كل شكر لحضرتك دكتورة وفاء صادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا.